السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عرب بفيديو جديد. وقبل ما نبدأ أي حاجة ريت كلنا نصلي على النبي على أفضل الصلاة والسلام. النهاردة جايين بفيديو ناس كتير طلبته، هما حاجتين في بعض وخطتين في بعض، خطة تيكا تاكا ومانشستر سيتي. احنا النهاردة هنجيب مانشستر سيتي وجوارديولا، يعني هو دماغ، احنا بقى نبقى دماغنا ونشوف بقى خطته هي بتقول ايه وبتمشي ازاي. ده تبقى خطة تيكا تاكا او تيكي تاكا. فاحنا هنخش دلوقتي اهو، جبنا مانشستر سيتي والخطة اللي هنلعب بيها. اول حاجة نخش تغيير الخطة، هنجيب 4-2-1-3، بس احنا هننزل المدافعين دول شوية كده، لابورتا وروبن دياز، والباكات هنخليها زي ما هي، وخصيصا هنطلعه فوق كده، وبرناندو هنطلعه فوق، ستيرلينج هنطلعه فوق كده. بقى عندنا 4-2 مدافعين واتنين باكات واتنين في نص الملعب، بس ديفندرات لا، احنا هنخلي واحد ديفندر واحد نص ملعب. هنخلي فرناندو ديفندر عادي زي ما هو، وهنخلي رودري خط نص، بس مش هنلعبه، هنطلعه وننزل جندوجان. ايوه جندوجان، و هنقدمه شوية على خط نص يعني، ونرجع ده شوية، وقدام كيفين دي بروين، يعني هو اللي هيبقى البلاي ميكر او صانع اللعب او الاي ام اف بتاعنا النهاردة. وعلى الطرف الشمال هيبقى ستيرلينج، سريع ومهاري وكل حاجة، يعني السرعة عنده 92 والتسارع 95. وقدام جبريل خوسيس، وعلى الجنب اليمين ممكن نلعب برناندو سيلفا، بس يعني طاقاته الصراحة 87، بس انا من رأيي رياض محرز اعلى منه، يعني مقارنة اهي. هو برناندو سيلفا جاري، التحكم في الكرة، استحواذ مساحة ضيقة، غير كده بس مفيش. رياض محرز سرعة 84، التسارع 89، الاحناء اللي هو اللف الكرة يعني 85، وعنده برضو جاري بالكرة، ويعتبر هو بس رياض محرز احسن في انهاء الهجمة ولف الكورة وكده. فاحنا هننزل رياض محرز. فكده خطتنا زي ما قلنا لكم 4-2-1-3، الاربعة اتنين مدافعين روبن دياز ولابورتا وباكات وولكر وميندي، وقدامهم فرناندو، قدامهم جندوجان خط نص، وقدامهم بلاي ميكر كيفين دي بروين، وقدامهم على اليمين رياض محرز، وعلى الشمال ستيرلينج، وقدام مهاجم صريح جبريل خوسيس. ولو عايزين نبدل في الشوط التاني هنطلع جندوجان وننزل فودن، ده في الشوط التاني. لو عايزين بقى نطلع فرناندو هننزل رودري في الشوط التاني، ومحرز نطلع مثلا في الدقيقة 70-75 لو انت كسبان مثلا، وتنزل فرناندو سيلفا كده يعني معاك. نخش بقى على التعليمات الهجومية. اول حاجة هنخليها الاستحواذ على اللعب، هنخليها الاستحواذ على اللعب عشان نبقى ماسكين كورة واحنا بنعمل التيكا تاكا او التيكا تاكا. تاني حاجة التمرير القصير عشان اللعيبة تكون قريبة من بعض والتمرير يكون صح ما بينهم. تاني حاجة هتبقى على الاطراف عشان احنا عندنا طرفين، يعني معانا طرفين جامدين. والتمركز هنخليه مرن علشان احنا بنلعب تيكا تاكا، يعني هتلاقي اللعيبة بتفتح لك وكده. ومدى الدعم ده هنخليه النص كده او كده. نرجع بقى ونجيب التعليمات الدفاعية. نخش التعليمات الدفاعية، هنخليها اول حاجة اسلوب لعب دفاعي علشان نبقى محافظين على الكرة. الكرة اتقطعت هتلاقي اللعيبة كلها تحت الكرة ومستنية تقطع الكرة وهيهاجموا تاني. منطقة الاحتواء احنا هنخليها المركز عشان اللي قدامنا يحاول يهاجم بقى من على الاطراف، فاحنا نقطعها برضه، احنا عندنا اطراف جامدين. الضغط بقى هنخليه محافظ او مكثف، لا احنا هنخليه مكثف عشان نقطع اول ما الكرة تقطع زي ما قلت لكم في المركز، اللعيبة تضغط من قدام تقطعها، يعني قبل ما الكرة تعدي نص الملعب تقطعها. وخط الدفاع زي ما قلت لكم مش هنعمله كده خالص، لا هنقلله اقل حاجة عشان احنا بنضغط من الامام، لا هنخليها النص لا ربع كده. والتمركز احنا هنخليه عايزين تمركز متكتل، يعني في نص الملعب او في خط الدفاع، لو عملناه كده هتلاقيهم بعاد عن بعض. احنا هنخليها النص كده، يعني النص كده قريبين من بعض، ولا قريبين من بعض قوي كده ولا بعيد عن بعض، نخليها النص.
ونخش بقى اللي هي التركية بقى في التعليمات المتقدمة. نخليها أول حاجة اللي احنا داخلين لأجلها وعشانها التيكا تاكا. هنخلي أول واحدة تيكا تاكا، تاني واحدة هنخليها مهاجمون متمركزون اللي هو جبريل خصيص، واللي بعديها بقى نخليها خط دفاع عميق، واللي بعديها هنخليها زيادة في المنطقة. لو مش عايزينها زيادة في المنطقة ممكن نخليها ضغط معاكس عشان الفراودة اللي قدام أو اللي احنا بنلعبهم في نص الملعب اللي قدام يضغطوا، بس احنا هنخليها زيادة في المنطقة أحلى. وكده نكون خلصنا التعليمات وكل حاجة، وناقص التركة الأخيرة اللي هي بقى القائد والحاجات دي هنخليها آخر حاجة. نخليها لاعبون ينضمون للهجوم، هنخلي لابورتا ينضم للهجوم، ومثلا نخلي فرناندينو برضو ينضم للهجوم، ونخلي مثلا جندوجان كده، التلاتة ينضمون للهجوم مع مثلا خوسيس ومحرز وكده اللي جوه، مثلا لو اتنين هيبقوا هو خمسة وبس. وهنا في حاجة، انت لو مش مثلا في التحديد العشوائي او التحديد التلقائي، لو انت ما تعرفش مين اللعيبة اللي بتلعب في مراكزها هتخليها كده حسب القدرة هينزل لك اللعيبة اللي بتلعب في مراكزها، بس غير معدل دي لو انت عارف اللعيبة او عايز تلعب لعيبة من دي. كده نكون وصلنا لحد اخر الفيديو، ورب الفيديو يكون عجبك والخطة تبقى ماشية معاك حلو. وزي ما قلنا الفيديو الجاي هنطبق الخطة دي على اللاعب. اكتبولي في الكومنتات تحت عايزين نلعب مين الماتش الجاي بمانشستر سيتي، اليونايتد ولا الليفر مثلا ولا مين تاني ولا توتنهام. تلاتة دوت انا اعمل فوت، وخش صوت في المنتدى بتاع القناة، ويا رب الفيديو يكون عجبك. سلام.